فيودوني المستشفى، كل الكلام ده إحساس. طيب احنا عندنا 3 انواع من الخلايا: الخلايا العصبية الحسية، ودي اللي بتبقى موجودة في الاعضاء بتاعة الاستقبال زي الجلد والعين والاذن والمناخير واللسان، كل الاعضاء دي. طيب وبعدها بتيجي خلية عصبية موصلة اللي بتوصل لي الخلية العصبية الحسية بتالت نوع من الخلايا العصبية، وهي الخلايا العصبية الحركية. طيب الخلايا العصبية الحركية دي موجودة فين؟ موجودة في الجهاز العصبي المركزي اللي هو المخ والحبل الشوكي. وده تقريبا انا لخصت كل الجهاز العصبي اللي احنا هناخده او خدناه الترم ده. طيب دلوقتي بقى احنا هنقول ايه؟ هنقول من بداية ما انت حاطط ايدك مثلا على حاجة سخنة، تمام، وازاي الاشارة اللي جت من الحاجة السخنة دي او اي مؤثر عموما دخلت من جلدك او عينك او مناخيرك او ودانك، وهتروح للجهاز العصبي المركزي اللي هو المخ والحبل الشوكي. طيب ازاي بقى الرسالة دي بتمشي؟ قال لي بتمشي على هيئة سيال عصبي. طيب كويس جدا، تعالوا نتكلم الاول. انا مثلا دلوقتي في حالة راحة، يعني ايه في حالة؟ يعني مفيش اي مؤثر عليا، مفيش درجة حرارة عالية مثلا أنا متأثرة بيها، محدش جه ضغط على إيدي أو لمسني أو أي حاجة، أنا قاعدة سليمة مفيهاش أي حاجة. يعني دي بسميها حالة الراحة أو حالة الاستقطاب، علشان في ناس بتنسى إن في اسم تاني لعملية الراحة أو لحالة الراحة. طيب حالة الراحة دي هنتكلم فيها عن 4 أيون: أيون الصوديوم الموجب، وأيون البوتاسيوم الموجب، وأيون الكلورايد السالب، وأيونات البروتين السالبة. في كل خطوة من الخطوات اللي أنا هتكلم عليها لازم أذكر لك الأربعة دول، ما ينفعش تعدي مرحلة وأنت ما تعرفش الأربعة دول مكانهم فين في الخلية. طيب في حالة الراحة، نغير اللون عشان في ناس بتتضايق من الأسود ساعات. طيب نشوف حالة الراحة الخلية بتكون عاملة ازاي. قال لي بصي بقى في البداية لازم تركز، لان هو بيحب يلعب قوي في الاعداد بتاعة الايونات، وفي ناس سألتني عنها امبارح. طيب الايونات هتبقى ازاي؟ قال لي تركيز ايونات الصوديوم، تاخدوا بالكم تركيز ايونات الصوديوم حاجة بتكون خارج الخلية اكبر 15 مرة من داخل الخلية. يعني لو بره 15 وحدة صوديوم، هتبقى جوه واحدة بس صوديوم تاني. يعني ايه اكبر 15 مرة؟ عشان ممكن يجيلك كنسب بره 15 جوه 1. طيب لو قال لي جوه 2 بره يبقى كام؟ وقال لي جوه 2 بره يبقى كام؟ 30، مظبوط، الضعف على طول اضرب في 2. تمام كويس جدا، يبقى كده انا عرفت ايونات الصوديوم ممكن يجي لي فيها سؤال عادي جدا. طب ندخل على تاني ايون وهو ايون البوتاسيوم. قال لي ايون البوتاسيوم هيبقى عكس الصوديوم، بره هيكون قليل هيبقى كي واحده بس جوه هيكون اكتر 3 مرة من بره. يعني لو مثلا بره 2 هلاقي جوه 60. تمام نعرف ده، لازم نعرف النسب. يقول لك مثلا النسبه ما بين، انا جيت اهلا وسهلا. طيب النسبه ما بين ايونات الصوديوم داخل الخليه الى ايونات الصوديوم خارج الخليه، عايزه نسبه كام لكام؟ داخل الخليه الى خارج الخليه صوديوم، و15، مظبوط، 1 الى 15. طيب ايه كمان؟ يقول لي النسبة ما بين ايونات البوتاسيوم خارج الخلية الى ايونات البوتاسيوم داخل الخلية، يبقى 1 الى 30. طب لو عكسها، لو قال لي داخل الخلية الى خارج الخلية، يبقى 30 الى 1. ناخد بالنا الكلام، لانه دايما بيحب يقول لك على الترتيب، لو قال لي جوه الى بره يبقى 30 الى 1. طيب لو الصوديوم جوه الى بره يبقى 1 الى 15، طب بره الى جوه يبقى 15 الى 1، وهكذا. كويس. طيب انا اتكلمت دلوقتي على ايون البوتاسيوم وايون الصوديوم، ناقص الكلورايد والبروتينات. قال لي الاتنين اتكلم عنهم كوبشه واحده،
يعني الاتنين دول مع بعض كأنهم حاجة واحدة. جوه بيكون أيونات أو الأيونات السالبة عموما اللي هو السي ال والبروتينات بتكون كتيرة قوي جوه، ما قالكش نسبة، هو بس أيونات الأيونات السالبة عموما اللي هي السي ال سالب والبي تي سالب أو الأيونات بتاعة البروتين جوه كتيرة جدا بس بره بتكون قليلة. فأنا هرسمها بالشكل ده كده علشان إيه ما تاخدش مساحة كبيرة. طيب نبدأ بقى نشوف الموجب والسالب امتى هيكون بره وامتى هيكون جوه. طيب من الشكل كده انا كبيرة تمام، سي ال كتير والبي تي كتير اللي هي البروتينات كتير، وبره الكلور قليل والبروتينات قليل. الحاجة الكتيرة هي اللي هتغلب الشحنة بتاعتها، يعني هنا السالب كتير فجوه هيكون سالب. طيب بره الموجب كتير فبره هيكون موجب. طب ثانية واحدة بقى يا مس، عشان أنا ساعات بتلخبط في الحتة دي بفضل أفكر. طب ما أنا عندي هنا 30 كي تمام، 30 بوتاسيوم، وعندي واحدة بس صوديوم صح؟ صح. وبره عندي 15 صوديوم وواحدة بس بوتاسيوم، إزاي يعني يكون أيونات أو الأيونات الموجبة من جوه؟ هقول لك ليه إحنا بنقول عليها كده، لأن في حالة الاستقطاب بلاقي كتير من أيونات البوتاسيوم بتاخد بعضها وبتخرج بره. تاني، علشان يحصل حالة لازم أيونات بوتاسيوم من اللي قاعدة جوه بتاخد بعضها وتطلع بره. طيب وكمان ايه؟ قال لي أنا عندي مضخات صوديوم وبوتاسيوم موجودة على الغشاء بتاع العصبية أو المحور. طب بتعمل ايه المضخات دي؟ قال لي لو مثلا عندي بره ايونات موجب قليله وانا المفروض السطح الخارجي موجب، هاخد من الموجب اللي جوه واطلعه بره وتخلي لي السطح الخارجي موجب. طب لو انا عندي مثلا جوه ايونات موجبه قليله قوي بس انا محتاجه ايونات موجبة، ايه هاخد من اللي بره وادخله جوه. هي دي مضخات الصوديوم والبوتاسيوم، لازم تحافظ على الثبات النسبي ما بين الايونات وبعض. ما ينفعش بره يكون كتير قوي 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 وجوه ما يكونش فيه ايونات موجبه خالص، لا لازم يكون في جوه نسبه وفي بره نسبه بس اكبر الموجب. طيب بالنسبه للايونات السالبه، اولا لازم تعرفوا ان البروتينات ما بتخرجش من الخليه، البروتينات الحجم بتاعها كبير مقدرش اطلعها بره. تاني، ايونات البروتينات الاوزان الجزيئيه عاليه فبالتالي انا ما بقدرش اخرجها بره، هي بتفضل قاعده جوه ما بتتحركش من مكانها، ودي كده حاله. طيب بسبب وجود السالب والموجب اسمها فرق الجهد التاثيري. تاني، بسبب وجود السالب والموجب دول، عندي ايونات سالبه وايونات موجبه، بينشا عندي حاجه اسمها فرق الجهد التاثيري. انتوا بتاخدوا في الفيزياء والله لو انا عندي موجب ينشا عندي حاجه اسمها فرق جهد، لكن عندنا في الاحياء بنسميها فرق الجهد التاثيري. طيب بيساوي كام؟ قال لي سالب 70 فولت. لو كان بكره وشال ملي دي وكتب لكم سالب 70 فولت غلط، لازم تختاروا ملي فولت، لازم. ولازم السالب ما يقول 70 ملي فولت، 70 ملي فولت ده انت عمود كهرباء هتوصل كهرباء، لا سالب 70 وملي فولت دي فولتات بسيطه جدا بتمشي في الجسم. الحته دي فيها اي مشكله؟ ها في اي مشكله؟ الراحه والاستقطاب. امتى بقول على ده استقطاب؟ بقول على ده استقطاب لما الاقي ايونات الموجب بره كتير والايونات اللي جوه السالبه اكتر، يبقى بره ايونات موجبه كتير وجوه ايونات سالبه اكتر.
طيب هلاقي الشحن بره موجب وجوه سالب، بسبب ده بينشأ عندي حاجة اسمها فرق الجهد التأثيري. طيب الرقم بتاعه كام؟ سالب 70 ملي فولت، وقلت لازم يكون ملي فولت ولازم بالسالب، لو شال لي الاتنين دول فالإجابة هتكون غلط. طيب كويس جدا. بعد كده أنا كنت بكلمك في حالة الراحة وأنت قاعد مستريح والدنيا تمام. طب دلوقتي هات بقى صباعك، تمام كده، وحط صباعك على الشمعة. أنا ما كنتش حاطط صباعي على الشمعة، وكنت حاططها على رجلي والدنيا تمام. جبت صباعي وهحطه على الشمعة، مش عايزة أي استظراف يا شباب علشان أنا فاتحة الشات، لو الصوت قطع مش أكتر. لو عندك سؤال قوله، غير كده بلاش كلام، تمام؟ نتفق على ده بس علشان النت. هحط صباعي بقى على الشمعة، ايه اللي هيحصل؟ قال لي هبدأ أحس. طيب احنا بنحس بأنهي خلية عصبية يا شباب؟ حسية، أكيد من اسمها بحس بالحسية. طب كويس، الحسية تعمل ايه؟ قال لي هتستقبل الحرارة دي، وبعدين ايه اللي يحصل؟ قال لي هتبدأ تمشي السيال العصبي. هي ازاي بقى هتستقبل السيال العصبي؟ قال لي انا هعمل حالة عدم راحة. ما انت لسعتني، انا دلوقتي بحس بحرارة يعني عدم راحة، يعني حالة لا استقطاب. تاني، انا دلوقتي بحس بحرارة، يعني ايه بحس بحرارة؟ يعني في سيال عصبي هيمشي جوه الخلية العصبية الحسية. بعد ما كانت مرتاحة هتبقى مش مرتاحة، بعد ما كانت في حالة استقطاب هتبقى في حالة لا استقطاب. طيب ازاي بقى اللي هيحصل؟ قال لي بصي انا عايز ارسم الخلية، ادي الخلية في البداية كانت عاملة كده، بره موجب وجوه سالب. طب لما يمشي جواها سيال عصبي هتبقى عاملة ازاي؟ قال لي لا، بره هيكون سالب وجوه هيكون موجب. طيب ازاي بقى؟ هنبدأ نشوف. كويس ان انتوا عارفين، انا عارفة ان انتوا عارفين بس احنا بنراجع. ايه اللي هيحصل؟ قال لي كميات كبيرة قوي من الصوديوم اللي كانت بره، مش احنا كان عندنا ايونات صوديوم كتيرة قوي بره؟ قال لي هاخد ايونات الصوديوم اللي بره دي وهدخلها جوه الخلية. تاني، عندي ايونات صوديوم كتيرة قوي بره، هاخد الايونات اللي بره دي وهدخلها جوه اهو، تمام. وبعدين قال لي وكميات قليلة جدا من ايونات البوتاسيوم اللي كانت جوه هتاخد بعضها وتخرج بره. يعني انا عندي هنا ايونات بوتاسيوم هتخرج بره بكمية قليلة. طب نكتب الكلام ده بالعربي عشان تكونوا معايا. اول حاجة هتدخل كميات كبيرة من الـ NA من الصوديوم. طب تاني حاجة تخرج كميات صغيرة من البوتاسيوم. لازم تعرفوا الكمية ليه؟ لأن في اللي بعدها هيخرج كمية من البوتاسيوم بس هتكون كبيرة. بس خلينا دلوقتي في الحتة دي. تاني يا شباب، أنا دلوقتي والله كنت قاعدة مرتاحة خالص أهو زي الفل، ما فيش أي حاجة، في حالة راحة. إيه اللي بيحصل في حالة الراحة في الخلية؟ قال لي الخلية بره بتكون موجب وجوه سالب. طب هي ليه بره موجب وجوه سالب؟ قال لي علشان بره عندي أيونات صوديوم وبوتاسيوم بكمية كبيرة، وكمان البوتاسيوم بيخرج بكميات كبيرة زي الفل. طب وبعدين جوه سالب ليه؟ علشان عندي أيونات كلور وأيونات البروتينات جوه بكميات كبيرة قوي، فخلالي الوضع الداخلي سالب. طيب لما يمشي سيال عصبي في الخلية دي هيحصل فيها ايه؟ قال لي هتتحول من الراحة، كانت مرتاحة وزي الفل، لحالة عدم الراحة اللي هي الاستقطاب. طب ده بيحصل ازاي؟ قال لي هاخد ايونات من الصوديوم اللي كان كتير قوي بره ده هاخده وادخله جوه. يبقى انا عمالة ادخل ايونات موجبة جوه كتير واخرج كمان ايونات موجبة بره. طب ايه اللي يحصل؟ قال لي الايونات الموجبة تفرد دراعها وتقول لك والله انا دلوقتي بقيت اكتر من الايونات السالبة، ما انا لسه عندي برضو كلور ولسه عندي بروتين. لا، الصوديوم يدخل يفرد دراعاته ويقول انا خلاص احتليت المكان، انا هخلي الشحنة اللي جوه موجب. طيب واللي بره؟ قال لي ما انت سبت مكانك، ما انا لان ايه كان بره ساب مكانه ودخل جوه. مين بقى اللي يستغل الوضع؟ قال لي الايونات السالبة السي ال.
اول ما تلاقي الان ايه دخل جوه تقول خلاص انا هخلي الوضع اللي بره سالب، وبكده الوضع يتعكس، بدل ما هو بره موجب يبقى سالب، وبدل ما هو جوه سالب يبقى موجب. في اي مشكلة لو جات لكم سؤال في الحتة دي لازم تكونوا عارفينه، لازم. تمام. طيب هناخد أسئلة. طب تعالوا بصوا علشان ما تتلخبطوش، هنعمل مقارنة ما بين الراحة وعدم الراحة، ما عنديش مشكلة خالص. هنا الاستقطاب وهنا اللا استقطاب. طيب الاستقطاب قلنا ان هي بسميها حالة الراحة، وهنا عدم الراحة. يعني ايه عدم راحة يا شباب؟ فكروا كده، يعني ايه حالة عدم راحة؟ عايزة كلمة واحدة بس، إثارة. ماشي، كلمة إثارة دي يعني ايه؟ هو ايه اللي خلى الخلية دي تثار؟ ايه اللي خلاها تثار؟ سيال، مظبوط، بيمر سيال عصبي، في سيال عصبي في الحتة دي. ما ينفعش أقول على الخلية مثارة أو في حالة لا استقطاب أو في حالة عدم راحة بدون وجود سيال، لازم يكون في سيال عصبي. ماشي يعني. كويس جدا. طيب إيه اللي بيحصل بعد كده؟ قال لي في حالة الراحة أنا دلوقتي بره موجب وجوه سالب، وقلنا بسبب إن في موجب وسالب بينشأ عندي فرق جهد تأثيري، القيمة بتاعته سالب 70 ملي فولت، ولازم ناخد بالنا من ملي. طيب في اللا استقطاب قال لي العكس، بره سالب وجوه موجب. طيب بسبب برضو ان في ايونات سالبه وموجبه بيحصل فرق جهد تاثير. طيب فرق الجهد هنا بقى بيساوي كام؟ قال لي موجب 40 ملي فولت، يبقى ده بالموجب وده بالسالب، موجب وسالب والاتنين ملي. طب هو هيلعب على ايه يا مس؟ مش هيلعب على الارقام، كده كده الارقام انت عارف 40 و70، هيلعب على السالب والموجب وعلى الملي فولت. طيب احنا كده قلنا مرحلتين من خطوات السيال العصبي، او ازاي بيمشي السيال العصبي. طيب بعد كده تالت مرحلة. تالت مرحلة دي احنا اصلا يعتبر شرحينها بس لازم تتقال. بيقول لي هو ازاي السيال العصبي هيمشي جوه الليفة العصبية اللي هو المحور، يعني ليفة عصبية هيها المحور، ازاي هيمشي؟ بص يا سيدي، دي خلية عصبية، تمام، أو محور الخلية العصبية، وهرسم حالة راحة الأول. حالة راحة يعني موجب بره وجوه سالب، كويس جدا، ونخلي بره موجب برضه هنا كده، وبعدين هقسم الخلية دي، خليها مثلا 3 أجزاء، أدي أول جزء، تاني جزء، تالت جزء، 1 2 3. لو في سيال عصبي هيمشي كده او داخل الخلية العصبية، خلاص احنا قلنا لو انا في حالة راحة هتحول من راحة لعدم راحة مادام في سيال عصبي هيمشي. مظبوط، مظبوط. طيب السيال العصبي هيمشي في رقم 1، ايه اللي هيحصل؟ اكيد الراحة دي هتتحول لعدم راحة، او الاستقطاب ده هيتحول للا استقطاب. ازاي؟ قال لي شيل لي بقى الموجب ده كله وخليه لي سالب، يبقى ده بدل ما يكون موجب هيكون سالب، كويس. واللي جوه قال لي بدل ما هو سالب هيكون موجب، تمام، حلو جدا. ليه؟ علشان في سيال عصبي ماشي. طيب السيال العصبي اكيد مش هيقف في الحته دي، هو هيكمل المسار بتاعه. طيب هو بقى دلوقتي في المنطقه رقم 2، المنطقة رقم 1 هل هتفضل في حالة عدم راحة ولا هترجع تاني للراحة؟ هترجع تاني. طب هترجع تاني ازاي؟ قال لي رجع لي كل حاجة بقى زي ما هي كده، شيل السوالب دي خليها لي موجب، واللي جوه هتبقى موجب تاني. يبقى طول ما السيال العصبي ماشي في المنطقة بتاعت السيال بتاعت الخلية العصبية، فالمنطقة دي في حالة عدم راحة. أول ما يمشي منها ويعدي المنطقة دي، المنطقة هترجع لحالة الراحة تاني. طب المنطقة اللي بعدها؟ ما أنا لسه في نفس المحور. قال لي المنطقة اللي بعدها لأ، هتحولها لي لعدم راحة. طيب كويس جدا، خلاص السيال العصبي ما عادش موجود هنا، إيه اللي يحصل؟ قال لي خليه لي بره موجب
وجوه سالب، وهيروح للمنطقة التالتة. بعدها ايه اللي يحصل في المنطقة التالتة؟ قال لي هتتحول من الراحة لعدم الراحة. طب ازاي؟ بره هيبقى سالب، جوه هيكون موجب. يبقى قاعدة ثابتة كده، طول ما السيال العصبي ماشي في منطقة من الليفة العصبية أو المحور، هتكون الخلية في حالة عدم راحة. طب يا مس، هل الخلية كلها هتكون في حالة عدم راحة؟ أقول لك لأ، المنطقة بس اللي موجود فيها السيال. يعني مثلا لو السيال ماشي هنا، هنا عدم راحة والباقي كله راحة. طيب لو خلاص السيال مشي من هنا وبقى موجود هنا، هتبقى دي بس اللي عدم راحة، ودي راحة ودي راحة. طيب السيال مشي من هنا وبقى موجود هنا، قال لي دي بس اللي هتكون عدم راحة، ودي راحة ودي راحة. طول ما هو ماشي بيحول الخلية من عدم راحة، من راحة لعدم راحة، والباقي كله يكون مرتاح. في أي مشكلة في الحتة دي؟ كويس، الحمد لله. طب هو ازاي بقى، يعني ازاي الحتة اللي هي كانت في عدم راحة او في لاست ستوب، مش احنا كنا راسمين كده وقلنا انا هقسمها لثلاثة، وكان في سيال عصبي ماشي هنا، واول ما ساب المنطقة دي عادت للراحة؟ هقول لك اه. طب هي ازاي بقى بتعود للراحة؟ طب تعالوا نرسم خلية في حالة عدم راحة. يعني ايه في حالة عدم راحة؟ يعني بره سالب وجوه موجب. علشان تتحول من سالب لموجب بره، وتبقى موجب كده وسالب جوه، ايه اللي بيحصل؟ قال لي في بوتاسيوم كتير قوي 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 بيخرج بره بكميات كبيره، تاني في بوتاسيوم من اللي موجود جوه بياخد بعضه ويخرج بره، البوتاسيوم ده الشحنه بتاعته موجبه، والصوديوم اللي كان بيدخل في حاله عدم الراحه ما عادش هيدخل. مش احنا كده، تعالوا نعمل ارشيف صغير كده نراجع. مش احنا قلنا في حاله اللاستقطاب ازاي الخليه بتبقى لا استقطاب؟ قال لي في ايونات صوديوم كتير بتدخل جوه، ده اللي احنا لسه قايلينه. طيب هي عماله تدخل 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 في اللا استقطاب، فما ينفعش علشان اعود لاستقطاب ان هي تفضل تدخل. طب انا اعمل ايه؟ قال لي وقف لي دخول ال ان اي، خلاص ما عادش هيدخل. طيب مين بقى اللي هيخرج؟ قال لي هيخرج كميات كبيره من البوتاسيوم. طب ليه هيخرج كميات كبيره من البوتاسيوم؟ مش البوتاسيوم ده موجب؟ اه. وانا عايز اخلي اللي بره موجب؟ اه. خلاص خد لي كل البوتاسيوم اللي موجود وخرجه لي بره. يبقى تعالوا كده نرجع للي انا كنت كاتباه بالعربي. في حاله اللا استقطاب اللي هي عدم الراحه، ايونات البوتاسيوم هتخرج بس بكميات صغيره، صح؟ صح. طيب في حاله بقى العوده للراحه او العوده للاستقطاب، ايه اللي هيحصل؟ قال لي اول حاجه تخرج كميات كبيره من البوتاسيوم. طب تاني حاجه قال لي الصوديوم، خليها ان ايه احسن، او يتوقف دخول ال ان ايه موجب، خلاص ما عادش هيدخل خالص. طب نعمل بقى مقارنه، المقارنات دايما بتفهم. هنا اللا استقطاب وهنا العوده للراحه. اللا استقطاب كان بيدخل ان ايه بكميه كبيره، طيب العوده للراحه يتوقف دخول ال ان ايه. في اللا استقطاب كان يخرج كميه صغيره من البوتاسيوم، طب في العوده للراحه يخرج كميه كبيره من الكالسيوم. خلينا نكتب كبيره عدل. كبير. في أي مشكلة؟ تاخدوا بالكم بقى من الحتت دي، النقط دي مهمة قوي والله. طيب ندخل بقى على حاجة، في أسئلة أو في أسئلة بس مش النهاردة. طيب قصدي مش قايل مش النهاردة، مش في الحصة دي. في حصص تانية احنا عندنا النهاردة، استنى اوريكم المواعيد. عندي 4 و7 و10، احنا دلوقتي بتاعت حصة 9 و4، ناقص لنا 7 و10 بإذن الله، فهناخد راحتنا يعني في الحصتين دول قوي. ندخل بقى على آخر حاجة اللي هي خصائص السيال
العصبي. احنا لسه على فكرة هنكمل شرح الإحساس الحصة اللي بعدها، أعتقد هتبقى مراجعة برضو الإحساس في ساعة، واحنا كده خلصنا الإحساس كله في ساعتين. في حاجة اسمها قانون الكل أو اللاشيء. إيه قانون الكل أو اللاشيء دي؟ بص، أنا عندي حاجة مثلا، أنا قاعدة دلوقتي، أنتوا كلكوا قاعدين، هل احنا حاسين بالهواء اللي حوالينا؟ يعني انت حاسس مثلا بذرة اكسجين بتخبط في خدك، نيتروجين بيلتصق بالقلب؟ اكيد لا، مفيش حاجة اسمها كده. انا مش حاسس بالهواء اللي حواليك. لو مثلا في ناموسة جت وقفت على ايدي بس هي خفيفة، هل ممكن احس بيها؟ مش بحس بيها قوي، الا لما تقرص، اول ما بتقرصني بحس. يبقى الناموسة او الهوا اللي انت عايش فيه زي ما هناء قالت هو مؤثر ضعيف، ما بيديش للشخص او للكائن الاحساس الكافي ان هو يحسه. طب ليه؟ قال لي علشان ما بيدينيش 110 فولت. مادام ما بيدينيش 110 فولت دول، انا كده مش هحس. طيب 110 فولت دول اسمهم ايه؟ قال لي جهد الفاعلية. يعني ايه الجهد الفاعلية؟ يعني ده الجهد اللي بيحول الشخص من حالة راحة لحالة عدم راحة، بتحولني من الراحة اللي هي الاستقطاب لحالة لا استقطاب. يعني ايه برضو؟ يعني اللي بيخليه للسيال العصبي يمر. مادام ما فيش سيال عصبي مر، يبقى انا كده ما حسيتش. وده اللي بيحصل، انا لو انا قاعدة في الهواء فانا مش حاسة بجزيئات الهواء اللي ماشي حواليا. ليه؟ علشان مؤثر ضعيف مدانيش جهد الفاعلية. طب يعني ايه مدانيش جهد الفاعلية؟ يعني ما كانش قادر يخلي السيال العصبي يمشي جوايا. مادام ما في سيال عصبي مشي جوايا، فانا ما حسيتش، مفيش اي مؤثر هيمشي. طيب لو يمس يعني 109، 109.99، هل هحس؟ لا، هو 110 بالظبط. طيب كويس جدا. ايه كمان؟ قال لي السرعة بتاعة السيال العصبي. سرعة السيال العصبي، استنوا كده نتأكد من الصوت، انتوا سامعيني صح؟ ماشي الحمد لله. ميلي فولت ولا لا ميلي؟ ميلي. الله الله، والله سقفة يا محمد. ميلي فولت. طيب لو بطارية هتبقى فولت، مظبوط، هي ميلي فولت، انا اسفة عن الحتة دي. طيب سرعة السيال العصبي، سرعة السيال العصبي بتختلف. بتختلف ازاي؟ قال لي بتختلف حسب قطر الليفة العصبية. طيب ناخدها كده في سلايد تاني. سرعة السيال العصبي تختلف ازاي؟ على حسب قطر الليفة. هي ايه قطر الليفة؟ اللي هو المحور، يعني المحور قد ايه. ادي محور خلية وادي محور خلية تانية. القطر اللي هنا اكبر من القطر اللي هنا. طيب كويس، هو ليه القطر ده اللي هو رقم واحد اكبر من القطر رقم اتنين؟ قال لي علشان رقم واحد فيها مادة الميلين، في هنا كده مادة ميلين. طيب مادة الميلين دي يا شباب مين اللي كان بيفرزها؟ نراجع مع بعض، مين اللي كان بيفرزها؟ شوان، تمام. وهي عبارة عن مادة ايه؟ مادة الميلين دي دهنية، لونها ايه؟ لونها ابيض، مظبوط. طيب ايه اهمية خلايا الغراء العصبي؟ ترعيم وتغذية، تغذي ربط الخلايا. ايه كمان؟ تعوض، حلو. تنقسم، مظبوط. تربط، حلو. انت قلتوا عازلة صح؟ حد قال عازلة؟ اه في حد قال عازلة. طب كويس جدا، ادينا بنراجع واحنا قاعدين. طيب انا
الخلية اللي قطرها كبير موجود فيها مايلين، يبقى المايلين ده مادة عازلة فبتسرع لي السيال العصبي، يبقى كل ما زاد قطر الليفة العصبية زاد سرعة السيال العصبي. طيب بحوالي قد إيه؟ قال لي 140 متر في الثانية. أنتوا متخيلين السرعة؟ 140 متر في الثانية، أنت جسمك قد إيه أصلا عشان يمشي 140 متر في الثانية؟ تمام؟ طيب الألياف العصبية اللي صغيرة في القطر اللي بتكون رفيعة، السيال العصبي بيمشي فيها بس بسرعة أقل. طيب بقد إيه؟ قال لي 12 متر على الثانية أو لكل ثانية. يبقى لو قطر كبير فيها ميلين كتير 140 متر على الثانية أو في الثانية. لو الألياف العصبية صغيرة في القطر بتمشي ب 12 متر لكل ثانية. حلو جدا. طيب نكمل. هسألكوا سؤال كده، هو لو زاد قوة المؤثر هل بتزيد قوة الاستجابة؟ صح والله، ما بتزيدش، هي هي. طب هديكم مثال، هديكم مثال عشان الناس اللي ما حضرتش معايا قبل كده. لو جبنا دبوس وشكناك، تمام، الإشارة بتاعة الدبوس اللي انت مشكوك بيه ده هيروح لمخك ب 110 ملي فولت عشان يديك ألم. طيب كويس جدا، أنا دلوقتي اتشكيت بدبوس فحسيت بألم. طب لو جبت سكينة ماشي وضربتك بالسكينة هتروح لمخك ازاي؟ قال لي هتروح ب 110 ملي فولت برضه. طب يا مس ايه ده، وانت ازاي يعني بتقارني دبوس بسكينة؟ مش فاهم. اقول لك انا مليش علاقة بان ده دبوس فصغير فبيديك ألم صغير، بتحس بألم صغير، او هضربك بسكينة فده حاجة كبيرة فتحس بألم كبير، لكن السيال العصبي اللي ماشي اللي رايح للمخ واخد نفس الفولت، واخد 110 ملي فولت عشان يديك ألم. يبقى قوة المؤثر ملهاش علاقة بقوة الاستجابة، ملهاش علاقة خالص، ماليش دعوة بالألم دلوقتي، أنا ما بتكلمش على الألم هتحس قد إيه موجوع، أنا بتكلم السيال العصبي هيمشي لمخك بكام فولت؟ ب 110 ملي فولت برضه. مساحة السطح اللي بيقصر، مظبوط. طيب ايه كمان؟ او هل في مس حاجة ممكن تيجي في الامتحان تغير لي جهد الفاعلية اللي هي 110 دي؟ هقول لك اه، في حاجات ممكن تغير جهد الفاعلية، زي مثلا المنشطات. المنشطات بتقلل جهد الفاعلية. يعني ايه بتقلل جهد الفاعلية؟ هقول لكم، الناس اللي واخدة منشطات تحس ان الهواء بيزغزغ، اللي هو بيضحكوا كده على نفسهم، عمالين يضحكوا 24 ساعة ومسطولين ليه؟ اصل اقل حاجة بتحسسهم مثلا بسعادة، انت لو لمستهم هيضحكوا، لو لمستهم هيتألموا، تمام؟ طيب العكس بقى، المخدرات او المخدر، خليها مخدرات. المخدرات بتعمل ايه؟ قال لي بتزود، في فرق يا شباب ما بين المنشط والمخدر. المخدر ده يعني بيقلل احساسك باي حاجة، علشان كده لما بندخل نعمل عمليات او هتخلع ضرسك او هتاخد اي حاجة بتحط مخدر. ليه؟ علشان بيزود لي جهد الفاعلية، بدل ما مثلا كان 110 خليه لي 200. انا هدخل اعمل عملية او هحشي ضرسي او هخلع ضرسي، فانا ما ينفعش احس بكل الالم ده، انا هتوجع جدا، فبديك مخدر علشان جهد الفاعلية اللي هيخليك تحس يبقى كبير فبالتالي ما تحسش. طب والمنشط؟ لا ده انت عايز تحس باقل حاجة، فهيقلل جهد الفاعلية، بدل ما يبقى مثلا 110 هخليه لك 80، تحس بالهواء اللي ماشي حواليك. تمام، ده ممكن يجي في الامتحان، المنشط والمخدر وجهد الفاعلية. طيب ايه كمان هناخد؟ تشابك. اخر حاجه بقى هناخدها دلوقتي خلاص، التشابك العصبي. انا عندي 3 انواع من التشابكات العصبيه. اول نوع تشابك عصبي عصبي. يعني ايه عصبي عصبي؟ يعني في خليه عصبيه اهي مثلا، تمام، وادي التفرعات النهائيه بتاعتها، وفي خليه عصبيه هنا تانية، الاتنين متصلين ببعض، والحته دي بسميها تشابك عصبي، يبقى عصبي عصبي. في تشابك تاني اسمه تشابك عصبي عضلي. يعني ايه؟ يعني الخلية العصبية دي
متصلة بعضلة. طيب تالت تشابك، هو تشابك عصبي غدي. يعني ايه عصبي غدي؟ يعني الخلية العصبية دي محطوطة عند غدة، فالتشابك ده اسمه تشابك عصبي غدي، وده اسمه عضلي وده اسمه عصبي. على فكرة ممكن يجيب لك صور تمام ويقول لك اذكر نوع التشابك، فانت لازم تعرف ان دي عضلة دي غدة، هيبقى واضح قوي ان دي عضلة ودي غدة ودي خلية عصبية، تبقى واضحة جدا يعني. طيب ايه تركيب التشابك العصبي؟ التشابك العصبي اول حاجة الأزرار. هي فين الأزرار دي؟ تعالوا كده نجيب صورة. تمام بسم الله. لو تلاحظوا دي النهايات العصبية، دي كده نهاية عصبية تمام، ودي نهاية عصبية ودي نهاية عصبية، في الآخر نقط كده، النقط دي بسميها أزرار. يبقى في نقط في نهاية أو انتفاخ موجود في نهاية التفرعات النهائية بسميها أزرار. طيب وبعدها قال لي في حاجة اسمها، يبقى أول حاجة الأزرار ودي موجودة في نهاية النهايات العصبية بتاعة الخلية العصبية. تاني حاجة الحويصلات التشابكية، موجودة فين الحويصلات التشابكية دي؟ قال لي بصي يا ستي، هاتي زرار، ادي زرار هنكبره تمام، جوه الزرار ده في حويصلة تشابكية جواه عاملة كده، يبقى تاني ده زر. طب الزر ده موجود فين؟ في نهاية النهايات العصبية، في آخر النهايات العصبية جوه الزر، هات زر كده وشوف جواه ايه. قال لي هلاقي جواه حويصلات تشابكية، او خلينا نرسم واحدة بس حويصلة تشابكية. طب موجود جواها ايه بقى الحويصلة التشابكية دي؟ قال لي جواها في مواد كيميائية، بسمي المواد الكيميائية دي الناقلات الكيميائية. تاني زر موجود في نهاية نهاية النهايات العصبية، جوه الزر أو جوه الأزرار حويصلات تشابكية، جوه الحويصلات التشابكية ناقلات كيميائية. طيب الناقل الكيميائي المهم جدا بالنسبة لك، وإن أنت هتاخده بإذن الله في تالتة ثانوي، فالحتة دي ركزوا فيها شوية، وهي الأسيتايل كولين. الأسيتايل كولين، وفي واحد تاني اسمه النور أدرينالين. طيب النور أدرينالين ده هل هو ناقل كيميائي ولا ده هرمون؟ هرمون، يبقى هو ناقل كيميائي بس هو عبارة عن هرمون، يعني ما اقولش عليه ده مادة كيميائية، لا هقول عليه ده هرمون ناقل، هرمون. طيب ايه كمان؟ قال لي في حاجة اسمها شق التشابك. يعني ايه شق التشابك؟ حاجة بتوجد ما بين الأزرار والتفرعات الشجيرية للخلية اللي بعدها. مش فاكر يا مس، لو أنا عندي أدي خلية عصبية ماشي، أدي خلية وأدي المحور بتاعها ودي النهايات العصبية ودي الأزرار تمام. تمام في خلية عصبية تانية تحتها، المفروض الاتنين يتشابكوا مع بعض لأن ده تشابك، طالع من الخلية دي الزوائد الشجيرية بتاعتها. طيب المنطقة بقى، الحتة دي اللي ما بين الأزرار واللي ما بين الزوائد الشجيرية بسميها شق التشابك. يعني المنطقة اللي هيحصل عندها تشابك، المنطقة اللي هيمسك فيها الزر بالتفرعات الشجيرية بتاعت الخلية اللي بعدها. طيب ازاي يا مس السيال العصبي هيمشي من التشابك العصبي العصبي؟ يعني ايه عصبي عصبي؟ يعني خلية عصبية وخلية عصبية. قال لي أول ما السيال العصبي بيوصل عند الأزرار اللي هي الانتفاخات العصبية، يعني في مضخة كالسيوم موجودة على غشاء الخلية العصبية بتعمل إيه؟ قال لي بيدخل أيونات الكالسيوم كتيرة قوي جوه الخلية. أنا عايزة أجيب الصورة. طب أنا هفتح الشريط لحد ما أجيب الصورة، لازم الصور أحسن. بسم الله. ليه وحش ليه؟ طيب اهو بسم الله.
منطقة التشابك قلنا إيه اللي بيحصل؟ أول ما بيوصل السيال العصبي في الأزرار أو الزر بتاع الخلية، إيه اللي بيحصل؟ اللي فيه مضخة كالسيوم، المضخة بتاعة الكالسيوم دي بتخرج أو بتدخل كميات كبيرة جدا من أيونات الكالسيوم داخل الخلية، ودي أول حاجة. كويس جدا. الكالسيوم يعمل إيه بقى؟ اللي بيفجر الحويصلات العصبية اللي موجودة جوه الأزرار. مش احنا اتفقنا ان انا عندي زر، الزر ده جواه حويصلة تشابكية. طب الحويصلة دي بيحصل فيها ايه؟ اللي اول ما بيدخل عليها الكالسيوم يفجر الحويصلة دي. طيب شباب، هي الحويصلة دي كان فيها ايه اصلا جواها؟ كان جواها ايه؟ نواقل. مظبوط. يبقى دلوقتي انا فجرت الحويصلة علشان اخرج النواقل العصبية دي، تبدأ النواقل العصبية تخرج زي ما انتوا شايفين كده. طيب مين الناقل العصبي اللي انا قلت لكم مهم جدا؟ اسمه ايه؟ الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين. كويس جدا. يبقى اللي ماشي ده اسيتايل كولين. هتاخدوا الكلام ده في ثالثة ثانوي والله العظيم. تعمل ايه بقى الاسيتايل كولين ده؟ اللي بيروح يلزق في المستقبلات الخاصة بيه. بصوا يا شباب، اي ناقل عصبي او اي انزيم ليه حاجة بتروح تستقبله. انا مثلا فاكرين كده كنت بقعد اقول لكم الترم الاول زي ايه؟ حد رايح طيارة الدوحة، حد رايح طيارة الدوحة، اخر نداء لطيارة الدوحة. بالظبط كده، في حد بيستقبل الشخص اللي جاي او الناقل اللي جاي. طيب في ناقل عصبي خارج من الخلية دي، ففي حد بيستقبله في الخلية اللي قدامه. طيب يبقى دي مستقبلات. يقوم الناقل العصبي رايح للمستقبلات اللي موجودة على الزوائد الشجيرية بتاعة الخلية اللي بعدها. فإيه اللي يحصل؟ قال لي ساعتها بعمل إثارة للغشاء، للغشاء بتاع الخلية دي. فإيه اللي يحصل؟ في سيال عصبي، في طوارئ دلوقتي هتحصل. الايونات الصوديوم والبوتاسيوم يتغير النفاذ بتاعها وتتحول من حاله الراحه لعدم الراحه اللي احنا شرحناه كله. فالاستقطاب يتشال. يعني ايه الاستقطاب يتشال؟ يعني تتحول من راحه لعدم راحه، اللي هو استقطاب للا استقطاب. طيب وبعدين؟ قال لي كده السيال العصبي هيمشي. طب حلو جدا، احنا اتفقنا ان علشان السيال العصبي يمشي يحول لي الخلية من راحة لعدم راحة. طب لو السيال العصبي خلاص مشى من المنطقة دي، يبقى لازم يتحول من عدم الراحة للراحة. طب ازاي يا مس؟ وفي اسيتايل كولين موجود. طول ما الاسيتايل كولين موجود يبقى الخلية العصبية هتفضل مسار، وانا مش عايزة ده. فايه اللي يحصل؟ قال لي هطلع انزيم، الانزيم ده اسمه كولين ستريز. الكولين ستريز ده هيروح يحطم لي الاسيتايل كولين، يقول لك بس خلاص كده انت شغلك خلص، مش عايزين منك حاجه، اتكل على الله. وبكده الخليه بتعود تاني لحاله الراحه. يبقى تاني يا شباب، انا في سيال عصبي ماشي في اول خليه، وبعدين ايه اللي هيحصل؟ قال لي اول ما السيال العصبي هيروح عند الازرار هلاقي المضخه بتاعه الكالسيوم عماله تدخل لي كالسيوم كتير قوي. طب ليه هي بتدخل لي كالسيوم كتير؟ علشان الحويصله دي تنفجر. اول ما بتنفجر بتطلع لي النواقل العصبيه اللي هي الاسيتايل كولين. الاسيتايل كولين هيروح يمشي على الخليه اللي بعدها، هيلاقي فيه مستقبلات مستنياه، هيروح يقف عنده. اول ما بيقف عندهم انا كده عملت اثاره للخليه التانية. يعني ايه عمليه اثاره؟ يعني الخليه هتتحول من الاستقطاب للا استقطاب. حلو. طب خلاص السيال العصبي مشى من المنطقه دي او مشى من الخليه دي، فانا مش عايزه الخليه دي تفضل في حاله اللاستقطاب. ايه اللي هيحصل؟ قال لي هيبدا انزيم، بدا انزيم اسمه الكولين استريز، هيبدا يتفرز ويروح للاسيتايل كولين يكسره ويقول له بس خلاص احنا كده مش عايزينك، شكرا لافضلك، خلاص انا عايزه الخليه دي تعود لحاله الراحه. وبكده يكون اول درس في الاحساس في الانسان خلص. طب الحصه الجايه احنا هنعمل ايه؟ هنراجع بقيه الاحساس في الإنسان بإذن الله. تمام. وبكده نكون لمينا الإحساس في ساعتين. في أي مشكلة؟ تمام. طيب يلا أشوفكم الساعة 7 بإذن الله. باي.